ما كنحملش المواد اللي كنقرا وتيكرهوني حتى في البريباراسيون، ما كنلقاش فيهم المتعه وحتى الخاطر ديالك ما تيكونش عندك باش توجدهم. واش عباد الله كاين شي مواد اللي كتقراهم وما عندهم حتى شي علاقه بالواقع او بداكشي اللي باغي انا واللي كنرتاح فيه وكنحس براسي غادي نعطي فيه؟ اش هاد المنظومه ديال التعليم عندنا؟ واش ما نقدروش نقراو حاجه وحده ونتخصصوا فيها؟ اشنو غادي ندير بدوك المواد اللي كنقرا وماشي في التخصص ديالي ولا ملاقين لوالو وما كينفعوا في حتى شي حاجه في داكشي اللي متبع انايا؟ اش هاد التخربيق؟ انا متاكد كيجيوك هاد الاسئله وخاصه في الوقيته اللي تكون حاضر فيها مع الاستاذ ديالك وما متبعش معاه وما فاهموش شنو كيقول، ولا ملي كتبغي توجد ديك الماده وكتشد من راسك، اش هاد لي ماتيغ اللي كنقراو؟ اييه ما ديرش في بالك، اليوم غادي نهنيك من هادشي وغادي تنوض تخدم وطاقتك وتركيزك كاملين غادي تعطيهم للبريباراسيون. يلا سي بارتي. باش تنجح في الحياه ولا في اي حاجه كدوز من بزاف ديال التحديات والمعيقات، وباش تنجح في قرايتك وتاخذ الدبلوم ديالك كدوز من بزاف ديال المواد اللي غادي تقراهم وخاصك تفاليديهم، وما بين هاد المواد كاينين اللي غادي يعجبوك وما تكرهش تبقى تقراهم وتوجدهم غير هما، ولكن في المقابل باش تاخذ هذيك الشهاده او الدبلوم في الاخير غادي تقرا مواد اخرين ولي واخا انت ما حاملهمش. الوغ كيفاش غادي تتعامل معاهم وانت ملي كتبغي توجدهم ما كتقدرش تحل حتى الدرس ولا تحط فيهم في السيلو؟ غادي تبقى ديما دير في بالك ان الهدف ديالك هو تحصل على هذاك الدبلوم سواء باش نكمل به قرايتي هنا ولا نخدم به في البلاصه الفلان فلانيه، وبالتالي باش نوصل لذاك الهدف غادي ندوز من واحد القنطره او قنطرات، اذا غادي نصبر باش ما كان ونقرا دوك المواد ونوجدهم، حيت الا غفلت عليهم وما نجحتش فيهم ما غاديش نوصل لذاك الهدف والشهاده اللي باغي. شحال غادي نبقى نقرا هاد المواد؟ عام عامين، ومن بعد غادي نولي نقرا داكشي اللي بغيت او غادي نخدم الخدمه اللي غادي نرتاح فيها واللي ما مرتبطاش بالمواد اللي ما حاملش. اذا هي غير قنطره وغادي ندوزها، والاهداف ديالنا كيستحقوا منا كل التضحيات، وبالتالي انا مستعد باش ندير جهدي ونتجاوز هاد المواد. وملي تقول لا نتجاوزهم ماشي غير نفاليديهم وصافي، حاول الا قدرتي زيد الطمع وجيب فيهم حتى النقاط، شوف شي صاحبك فاهمهم يشرحهم لك، ولا الا كانت عندك القضيه شويه ميسره سير خلص ودير فيهم المراجعه، استثمر في راسك ولا دخل اليوتيوب عطى الله الحلول. المهم الهدف ديالك ما تخسروا ليك لا ماده ما يوقفك عليه شي واحد اللي جا في الطريق دوز فيه، والله يستر الامور. جو فو سويت ان غران اي ان تري بون كوراج، اسيو نيكست تايم.